بمناسبة عيد الأم دورة 2017، قدمت وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني كادي إليزابيث بيانا صحفيا بمكتبها، تحدثت فيه عن دور الأم في تقدم المجتمعات. ترجمة البيان مع الزميلة عائشة أحمد دوكي. يصادف تاريخ 28 من مايو مناسبة الاحتفال بعيد الأم، وهي تعد فرصة للأبناء لتقديم الشكر والثناء للأمهات. لذا فإن الحكومة عبر وزارة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني تنتهز هذه السانحة لتزف لكل الأمهات أسمى الكلمات التي تليق بمكانتهن التربوية، ويجيء شعار الاحتفال بعيد الأم لهذا العام دورة 2017 تحت شعار إنجاب نوعي من أجل حياة أفضل. ومن خلال هذا الشعار فإن وزارة المرأة تنظم عدة أنشطة، منها الدورات التدريبية وحملات التوعية وندوات علمية، وكل ذلك بهدف المساهمة في تحسين الظروف الصحية للأمهات. وعليه فإن فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في ولايته الحالية وضع النساء والشباب ضمن أولوياته، لذا ينبغي علينا أن نكون فخورين للمكان السامية، ذلك أن المرأة دعامة التنمية والشباب هم جيل الغد، ونحن نحتفل بعيد الأم في وقت يقوم فيه فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بأعمال في غاية الأهمية لصالح السلام في العالم أجمع وتشاد على وجه الخصوص. ومن هنا أقدم نداء وأدعو جميع الأمهات للتمسك بثقافة الحب والود والوئام. Je lance un appel pressant à toutes les mères et les invite à cultiver l'amour du prochain